نستاهل نبنعرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في تكملة سلسلتنا بانر لورد. شكرا على دعمكم باللايكات والكومنتات، والله ساعدتني كثير في هذه السلسلة، فالله يعطيكم ألف عافية. راح ابتدي هذه الحلقة من جلماريز اللي هي مدينتي الثانية، لأن صراحة ما سوينا لها منج، في كم من شغلة تعلمتها راح أرويكم إياها. غير كذا أنا ختمت الحلقة الماضية بما يخص أسس مملكتي الخاصة أو أني أنضم مع العرب، ففي كل الحالتين لابد أني أسيطر على مدن أكثر، سواء بقيت معاهم أو إذا قررت بعدين أسوي لي المملكة الخاصة لابد يكون عندي حجر الأساس كذا، حس ثلاث مدن. فحاليا عندي ثنتين، نزيد واحدة كذا راح أشعل لها شوي الحرب، ما أدري مع هذا لنكمل معاهم أو هذا لنكمل معاهم أو نبتدي حرب جديدة مع الحمراء والخضران، ما يهمني، بس يفضل أن تكون المدينة الثالثة قريب من الثنتين، خصوصا أنهم جنب بعض. فأفضل شيء يا الحرب مع الحمر أو البنفسجي أو البنفسجي، الزرق شوي بعيد، بحيث لو دخلنا في حروب مستقبلا جيش يكون حوالين المنطقة هذه. طبعا راح أحاول قدر الإمكان أضبط علاقاتي مع العرب، وأكثر شيء أضبط علاقتي فيه اللي هو فأروى. بعد ما عرفت أني شاري محل مجوهرات وصارت عندي مدينتين، قامت ترسل عصافير الحب والغرام فيها رسائل وكذا، وأنا سوي نفسي طبعا ما أشوف، لكن بتنازل هذه الحلقة ونروح نخطبها من أبوها. نقول بسم الله نبتدي بالمنج. المنج يا شباب ينقسم إلى شغلتين، القسم الأول هذه الدائرة، والقسم الثاني الدائرة اللي تحت. الدائرة الأولى هذه مشاريع تعطيهم إياها على المدى الطويل، يصممونها كيف تسرع من المشاريع هذه، من أنك تحط ميزانية مثلا 1000 2000، أكثر شيء تقدر تحط تقريبا 10,000 أو 100,000، والله ما أدري سطلت من الأسوار هذه. المهم، فهذا مثل ما تشوفون يسوي بوست للبروجكت. بالنسبة للمشاريع تشوفون رقم 3 رقم 1 رقم 3 رقم 3، يعني وصل الماكس، يعني خلاص المشروع هذا already at max، يعني كل مشروع هنا ينقسم على 3 مراحل. وهنا على اليمين يا شباب اللي هو قائمة الانتظار، يعني لو سويت أكثر من مشروع راح يضمهم بالترتيب هنا. هذا اللي يجيك لا نهائي هو واحد من هذا اللي تحت اللي هو بشكل يومي يسوونه، ولكن هذه مش مشاريع، خلنا نبتدي فيها لأنها الأسهل. الشغلة الأولى اللي هي الهاوسينج راح يزيد لك البروسبرتي، باختصار هذا راح يزيدنا الفلوس، تزيد البيوت وراح تكثر الفلوس عندنا، يعني دخلنا من هذه المدينة. الثانية الميليشيات، الثالثة راح تزيد لنا الولاء أو إخلاص السكان لك، والرابعة راح تزيد لك الفيليج جروث أو نمو المدينة نفسها. أما المشاريع هذه الأسوار، يعني مثلا إذا توني محتل مثل هذه، توني محتلها، فلابد أني أقوي الأسوار. مثل ما تشوفون أول ما ضميتها صار على طول في الانتظار، قائمة الانتظار هناك. هنا تريننج، يعني راح يبلون لهم مشاريع تدريبات الحراس هذه القلعة أو المدينة، يعني مثل ما تلاحظون هذه الشغلتين حربية، وتنضم لهم الشغلة الثالثة اللي هو السيج وركشوب، راح يفيدنا كثير هذا بموضوع الحصار لو أحد جاي يحاول يحاصرنا. مثل ما تشوفون تحت إصلاحات السور راح تكون 50% أسرع، والمعدات اللي ندافع فيها مثل منجنيق وغيره راح يكون إصلاحهم أو إنشائهم أسرع. فشوفوا اللي مؤثر عندي هنا أن اللويالتي أو انتماء السكان عندي مرة نازل، فضروري أنهم يركزون على الحفلات والألعاب والسواليف اللي تلهيهم وتنسيهم أن المدينة هذه تم احتلالها وتغيرت الأوضاع، تغير الحاكم، تغير السكان، جو عرب، بدأوا يتأقلمون على الوضع. أما هذا الجرانري، هذا يزيد لك ليمت الأكل اللي موجود في المدينة. تذكرون يوم كنا نشوف حصار كنا نشوف فوق كمية الأكل اللي موجودة لهذه المدينة، يعني وهي محاصرة، فكل ما قل الأكل على طول راح يموتون الناس داخل أو يستسلمون والجيش يضعف وغيرها من الأمور داخل المدينة. ففي تفاصيل هنا جدا مهمة أن نركز عليها ونهتم في مدننا، خصوصا أن الخيارين لو أني إنشأت مملكتي الخاصة راح أقدر أحافظ على هذه المدينة، فهذا شيء جدا جميل. حتى لو أعلنوا العرب حرب علينا راح نقدر نتصالح بالفلوس، فلذلك لابد أني أركز على موضوع الفلوس، أقل شيء أوصله 200-300 ألف قبل لا أسوي أي خطوة. وراح أتزوج أروى وزين العلاقات معهم، الزواج مصلحة واضح بحت، جناها بالحب والوفاء ما طاعتنا، فيبون الفلوس حنا نبى المصلحة. في مشن هنا بحاول أني أركز على المشنات لأنها تفيدني كثير. لو تذكرون أول مدينة بدون لا أصوت لها أعطوني إياها، فالظاهر أن الشعب يوم كنت أخلص مشناتهم كانوا يفيدوني في موضوع تصويت، خصوصا اني لازم اني اخلص مشنات العرب. معليش انا صراحة جيتك بالغلط، بخلص مشنات العرب اتوقع افضل، بشطح تحت بعدين واشوف الامور.
غير كذا ودي أكون في هذا المنطقة. أنا ختمت تقريبا في المدينة الثلجية، ويا زين الحروب في المدينة الثلجية والله العظيم إنه شيء رهيب في اللعبة. لكن نزلت تحت بحيث أني أكون قريب من الجيش وأكون قريب من أروى طبعا. فخلنا بس أشوف اللستة هذه اللي موجودة في المدينة، وراح أشوف أروى وين. لويلتي هنا أكثر من المدينة هذه 33 لأني خدتها أو احتليتها قبل. كانت موجودة اليوم في حصن الفلق، هذا دائما موجودة فيه أو الفلق فلق مدري، ودي أقربها من شيء. اوكي اخر شيء على اليمين، يا رب انها جائزة تستاهل بس البطولة. ريناو حلو 6، ريناو راح يفيدني كثير صراحة في موضوع الكلان. الكلان لازم اني اوصله تير 4، اتوقع تير 4 او تير 5 حتى اني اقدر انشئ مملكتي الخاصة عن طريق البنر اللي جمعناه حق التنين هذاك اللي مدري شو وضعه، تنين وحنا دمجنا الصقر معاه فصارت خبصة جميلة صراحة. طيب بشطح من هنا اخذ لهم الشنات، اصير الف لفة عند العرب لين اوصل عند اروى. ايه في شغله مهمه صح نسيت ما اسويها، اللي هو افصل البارتي. دقيقه البارتيز، اسوي كرييت بارتي. شوف هذا الجاريسون او حراس اورتيزا منهم 166، والجاريسون اوف جلمارز المدينه الثانيه 54، فضروري اني ازيد الدفاعات في هذه المدن. مو مشكله، اول شيء ايش بسوي؟ بسوي كرييت بارتي، اخلي جت ذا اوتكاست ماسك البارتي واعطيه تروبز، راح اقسم جيشي وجيشه نصير متساوين. جتني فكرة اني اعطيه اخلي الاسهم بس معي واعطيه البقية كلهم، ان شاء الله انه راح يطورهم هذا نصهم، اتذكر كان لهم تطويرات بس نسيت ما اطورهم. راح نشيك عليهم بعدين، 17 ترايب زمان اتوقع انه هو يطور. بعدين الركروت الاربعة هذولا برضو اتوقع انه هو يروح ويزيدهم من نفسه كذا، يروح المدن ويجمع ركروت. شوف 61 بنشوفها بعدين بتصير 65. اللمت لا 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 اللمتد الويج هذا الرواتب كذا افتح له الصرفية، خل صرفيته نقول له 500 مثلا، ما ادري ايش الصرفية اللي راح يصرفونها بس راح نشوف، يمكن من اكلهم. اوف اكسبكتد تشينج سالب 736، ليه؟ اتوقع راح تنزل مع الوقت لان توني مسوي البارتي هذا. ايوه شوف سالب 3000 اللي هو البارتي اكسبنسز عشان يروحون يشترون لهم اغراض. مبدئيا الكلان حاليا نص الثلاثة، نحتاج ريناو نوصلها الى 900، فضروري اني اشارك في كل البطولات اللي اشوفها مثلا هذه اللي في وجهي. تعال هنا في مشن خلنا ناخذ اول شيء. الفلوس صراحة خوفتني بس بدت تنزل. انكد عندها مشن، تفضل اللي تباه يا طول العمر. الله الله الكشخة، ايش الحلاوة ده؟ ماي جريتنج، ايش المشكلة؟ ركروت 18 اسيراي مملوك ريجلر بسيطة، يباهم في طبلس كاسل، بيعطيني 7000 بسيطة. طيب خلنا نجيب له طبلس كاسل الظاهر هذا، ايوه بس هذا مش كاسل، هذا اوكي نفس المكان اللي هو فيه. كسلان الدب يتحرك، راح سوي ركروت بنفسك. مملوك رجلر، من وين نجيب له مملوك رجلر؟ اوه الفارس تير 3 يريد الوحش. هذا 1 2 3 4 5 6 ارت اوف تريد، ايش عندك يا ارت اوف تريد؟ هذا اكيد عنده اغراض يبي يبيعها في مكان ثاني. بيعطيني سمك، السمك حقه مش ماشي في سوقه. بيعطيني 2100، ادفع له 2100 واخذ السمك، ولازم اني احصل لي ربح. دبر نفسك في مكان فيه ربح، اعطني السمك بس وخذ الفلوس، او اني اقدر اخذ السمك واشوف كم الربح بعدين ارجع له. اوكي خذ فلوسك عشان لا تمي فوق راسي. كذا خلص الكوست حقه، ما يحتاج انها ينتظر مني اشوف كم الربح وارجع له. حلو علاقتنا زادت والانفلونس الظاهر زاد. طيب خلنا اجند لنفسي انا، شيل كله اوتكاس بارتي. شوف جيش يتمشى هنا مدري ايش يسوون. كم نقصت تكاليفهم؟ حلو رجعنا في زايدا 2000. شرد اللوترز بالله، شوفوا اوتكاست ايش يسوي، بالله عليك يعني بالله عليك شوف. اوه فارس حلو، شوف 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 بالله شوف شوف جالس يهجول هنا، والله شكلي بسحب على ابو البارتي. شوف رايح جاي في هالمربع بس، الحين بيطلع. الله يخرب بيتك الله يخرب بيتك، واضح انه قائد فاشل، بس اهم شيء اعطاني امكانيه اني اسوي تروبس اكثر او اكبر الجيش. ايوه وورد كليرنج اون خوزيت، لهالمره راح نشارك على طول. دي وان تو ريسولف ديكلير
اوكي فيها كلهم يس، نضغط يس معاهم بعشرين انفلونس بس عشان ايش؟ عشان علاقتي مع اكار تزيد، مع انا ما ادري بس ما تهمني، عشرين انفلونس مش مشكلة. ثلاثة من ثلاثة من بني رويد، زادت علاقتي معهم. حلو، طيب اول شيء راح اسويه راح اسبق الكل كرييت ارمي. من اقرب ناس هذا على بعد ثلاث ساعات، تعال انت تعال انت تعال انت، انا اختار المدينة اللي نهاجمها. كم صار عددنا؟ 140 200 300 400 500 تقريبا، مكتوب انا استنقص حاسب لي، هو بيكلفني 100 انفلونس. حلو، مننا 800 ادرم النسيب، نخليه يجي ونخطب حركة حلوة. تعال تعال انت يا وسخ، زيرو انفلونس طبعا، هذا ما ياخذ، جالس يفرفر هناك. حلوين كذا، قواتنا 1000 بقيادة من؟ الجنرال وانتد، راعي محل المجوهرات. شوف 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 57 دقيقة، في احد هنا؟ ما في احد هنا. شوف صاروا 200، الله اكبر. بس لا 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 تنشبون يا اخي، لا تنشبون يا اخي، لا تنشبون. ايه ادرم جا يا اخي، والله نشبات. الحين بيثقلون من حركتنا. ركروت شيل فارس يا رجل، لا حول ولا قوة الا بالله، النشبات يا شباب. شكله بيزعل مني القائد لاني مش محصل القوات اللي يحتاجها. شمسان ما ودك تشارك في الحرب يا شمسان؟ جانج موفينج اتسانالا، مش فاضي لكم، احنا في حرب. القصة اخذت مجراها خلاص. وانتد جيند سكيل بوينت ليدرشيب ناو 81. الله اكبر يا الليدر، الله اكبر. اعطني نظرة، يا سلام، شوف الحصان حقي حتى باين في الخريطة، مختلف عن الجميع. اكبر عليك اكبر عليك القائد، انت والصقر هذا. هذا ليش تمشي الحالة؟ هذا مين هذا؟ طارق، ليه يا طارق ما تجينا؟ والله يا زحف بيصير طويل. سرعتنا 3 على طول كذا، طق 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 طق، شطرنج. اسمع اسمع النغمة، اسمع ايش السالفة. هذا لسه يلاحقنا، جيش رمات الاسهم. لوترز 16 لوترز، رحمكم الله رحمكم الله، يبون يستسلمون. I'm so sorry والله. تخيل واحد يموت بس مننا، تخيل بس. شيل انفلونس بلاش، ما اريد سجناء بيثقلونا. هات شوية عنب ماشي مشكلة. والله اختلفت النغمة يا شباب، نغمات صارت جديدة أول مرة أسمعها في اللعبة. 52 يا هلا، واقفين ينتظرونا. بقيادة وانتد، واحد مات، من قليل الحياة اللي مات؟ مش من البارتي حقي، من البارتي حق من؟ دهويال، ما نبى ولا نبى هذا بعد. ليفينج لوت بيهايند ما ادري ايش، ما نبيه. شوف اللقطة متعوب عليها. 888 الله اكبر عليك. في حرب هنا، بدخل بجلدكم انتو كلكم. 30 ضد 30 في حرب بينهم، الاخضر والبنفسجي. 40 ضد 40 شارد منه. والله البنفسجي خايف من هذا، مساكين بنفسجي والاخضر. كان مفروض اني اقرب من منطقة الحرب بعدين اسوي قذر عشان الجيوش ما تبطئني، بس المشكلة اني اعرف انه بيسبقوني على طول، بيسوون كرييت ارمي فسبقتهم هالمرة. تعال صح يا ادرم قبل الحرب، ولا نخليها بعد الحرب؟ خليها بعد الحرب. ثومند وين تورنمنت، الله يخرب بيتك. كم وصل؟ 60. في مدينة هنا بعيدة، تابع لمين هذه؟ ها يا شباب نبدأ في اي مدينة؟ اودوك، والله ندك اودوك، والله لندك اودوك. انا خوفي انهم هاجمين. You shared food with starving soldiers of your army gained 3. اوه الاكل يا شباب، الحمد لله ان الاكل عندنا 350. ايش هذا؟ كوهيجن، كوهيجن ناقص تماسك الجيش. لا 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 ما اتفقنا كذا، يعني ايش مش طايقين بعض ولا ايش؟ ما يمدينا نوصل الا وهم. يا شباب وش يسوي؟ تكفون، ننقص منهم يعني؟
ازيده بالانفلونس. شيل 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 من الانفلونس شيل. فقرنا انفلونس يا لوترز. وخروا في بطولة ها؟ والله لا نشب البطولة باللي فيها مدينة طيبة. بس يا شباب خطتي كانت صراحة حرب مع هذا. لا لكن وش نسوي؟ يلا أحلى حصار. حدنا الموقف. سنيك ثرو جيت؟ لا 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 وش اللي يتسلل؟ سيج الخوزيت 5000. والله ما مهينين معهم أكل حق 6 أيام. شوف السور ليفل 3 فهذا بيتعبنا بتدمير هذا. اوه شوف التحديث الاخير. ايوه تعال 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 تعال. شوف هذه الدفاعات حقهم ايش السالفة. اوه انا مقدم الوقت ولسه ما حطينا شيء. باليستا ارحبوا. حط حط اشتغل يا مهندس. باليستا هنا وهنا والمنجنيق المفروض يكون هنا. لا هذا حق البوابات وناقر. هذا المنجنيق الظاهر كسر الابواب حاليا. وش باقي مكان؟ هذا الدرج. يلا يا مهندسين اشتغلوا. اوه هذا بيدمر ال لا ليدن اسولت كوماندينج بلسته ما ينفع هنا الظاهر. هذا الحين لازم نكثر من المنجنيق عشان يكسر السور. مشكلة لو يخلص واحد واحد كذا ما ينفع. ليد اسولت. خلنا ندخل يا رجال نقتل اللي ماسكين هذا الحراسات. مش كامل بيكون بقيادتي امسك الاسهم وامسك لهذا كمية مهولة. ايون اي بالله نال 54 بس جيشي واوت كاست. هذا الدرج اللي جاهز وهذا اللي اوكي هذا اللي بنيناه. تدري ودي اسوي حركة شو اسمه هذه الدائرة. سيركل. لا مش كذا. اوف يا الدائرة كل ما تكبر الدائرة. يا إلهي أيوة كذا كذا أريدها. رمات الأسهم. الله أكبر. ونعطيهم إيش F1 أو F2 سيركل معاهم. إيش رأيكم بس ليد إيش يا شباب والخطة الطيبة اللي أعطيتكم إياها يا شباب. اوكي كلهم متمركزين تمركز صحيح. شوف هذا الدفاعات حقهم. اي القلعة هذه شغلتها شغلة والله. طيب سوي الاستراتيجية حقي. امسك لي زاوية. بركنا هنا. اوف جيش يموت والله. اشوف راسك يا وحش. 64 دمج وهيد شوت. حلو حلو. تعالوا كسروا البوابة يا حلوين. ادخل عليهم يا رجال ندرع اقسم بالله. اتاك هنا 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 اتاك. كسر البوابة يا حلوين. قائد الجيش يكسر الباب لهم. الرجال وصلوا فوق وانت تكسر لهم الباب. هذا العالقين هنا ما ادري ايش وضعهم. خلنا نفتح البوابة هذه. شوف هذا المتحبسين ها. ان شاء الله ما يجيني سهم بس وانا اكسر. ووو نحشة.
والله جنود سيفي ابو يدين والله انه قوي. تجري القائد الجيش انت. حلو الجيش انه بدأ يغدر فيهم من ورا. الله يرحمهم. تم احتلال المدينة. نقدر نقول احتفالية الفوز بالقلعة الجميلة هذه. حلوين. قتلت لي 8. اوف. واو. اسراي فارس. قتل 33. اهنيك يا وحش. هذا شكله حصل له زبنة محترمة. يا سلام يا زينة وشكلها أخضر. قواتهم كم؟ هذا الظاهر أني قتلهم ديفستيت أو أني أرويهم الرحمة. ديفندرز هذا للديفندرز. كم راح نخسر؟ 146 وهذا 97 وهذا 48. رويهم الرحمة. الليولتي طبعا راح ينقص هنا. لو رويتهم الرحمة البارتي حقي المعنويات بطيح سالب 15. هنا واضح نحرق أبو المكان على اللي فيه. خلنا نختار الوسط. ريليشنشيب ديكريست. بس زادت معنوية البارتي هذا المهم. نبيع لهم اكل الحين. الحين نجي عند الاكل. اوه جايب لهم عنب من المنطقة الثلجية. وربي احلى وقت تبيع. بس بـ2000. حنا نتعامل مع الالوف الحين. تقول لي 2000. خلنا الاكل اجل كذا. اللي بعده يا رجال. خلنا نعطيهم وقت شوية. wait for some time. ممكن حد يجي يهجم يحاول. طبعا وانت ذي يوم ياخذ خل... اوه افترقوا خلاص راحوا. ادرم تعال 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 يا ادرم. تعال يا حبيب القلب. تعال يا حبيب. يعجبني يوم يلتفت يوم تلاحق ورا واحد. I want you to join my army. لا اوه اللي طالبني يجيب راسه. ابشر الحين اروح اجيب راسه بس حنا في حرب. There is something discuss. ايوه marriage. My hand, the hand of Alia. من Alia؟ أخته؟ ثواني. إيه أخته. Staying سنالة. لازم أجيبهم قلعتي. كيف أجيبهم قلعتي؟ توقع لازم أروح القلعة من هناك أستدعيهم. لا يا حبيبي. My own hand. قلت لك my two hand. الحين يا شباب هذا الأوتو أوفر اللي جاني في الكومنتات كثير. ولكن ما كانت عندي القدرة الكافية من الفلوس. الحين نشوف وننصدم. صدمني كم الفلوس؟ 100,000. 100,000. والله لو اني معرس على بنات العرب كلهم بـ100,000 هذا اروح اجيب 4. والله لو انقص دينار واحد يرفض. طيب الحمير هذا كم يسوون عندك؟ والله ما يرضيه إلا الكاش. 3 كامل عشان لا تقولون حمير إيش فيك ماسك على حمير الأروى. ما يجي معه إلا الكاش. هو 98 إذا حط. يا رجال خرب بيت يعرف السوق. معه 200,000 يبقى 100,000 زيادة. الله يخرب بيت ابتسامتك. بس والله يا شباب قلبي. تستاهل وأنا مغمض. والله تستاهل. تستاهل. نبنعرس شيبنا شيبنا يا شباب. عين الله تراك. هذا من الجبال اللي ما تاخذ من الله. لازم تطفش الشاشه يا ولد. الله اكبر علي. عين الله تراك. علمك اقصر منها. نسينا نطول الشخصيه. ما عليه ما عليه. اما جالس على المكبر وتهناه القمر والنجوم ترد عليه وتغناه القمر. أهم شيء الفلانين. عجبتني حركة هذه. أبد عرس يا شباب الخفايف كذا.
اسمحوا لي والله ما عزمتكم، الوضع كورونا تعرفون. كم العلاقة زادت عشان لا تعلنون حرب. بنتكم عندي أدرم أول واحد بينضم لي، أنكد ناقصه 8 عشان زي العلاقة معه، وهذا باقي 160 يوم عشان جيبها فازيلا. أصبر يمدينا نعلن الحرب عليهم بعدين. طيب ما حد وده ينشأ جيش ونروح المدينة اللي بعدها؟ خلصت الانفلونس علي، فوت فور اونر. ما يبي لها كلام، والله ما يبي لها كلام. في خلال 47 ساعة يتم تحديد الاونر. وانتت صفر مؤيدينه يا عيال الذين. هنا يمشي النفوذ. العشرين كم تزيد؟ 16. 100 من نفوذي عشان تدرون القلعة هذه وخلي لهم اياها. والله ما اللوكيشن مش عاجبني صراحة. اكار كم مدينة معك يا اكار؟ خلاص اكفي يا اكار. فلها اكار. تدري انا بعلن السلام معهم. السبور 30%. 100 والله كثير. هم كذا كذا بيعلنون السلام بعد شوي. ادرم كرييتد ارمي. اوكي. جوين ارمي. على طول دعا اوتكاست. 325 جوين ارمي. ودنا وين تودينا؟ لوترز يتمشون قدامك، شلهم. يوقف ينتظر الجيش، هذه مشكلته. عندي تطويرات. شيل. هذا الافضل اطورهم مره واحده، يصنعون 10 من 10 كلهم متطورين. يقول لك افضل واسرع في التطوير. حلو. جانا ليفل اب ستيوارد. حلو. رواتب الكومبانيين تقل، او يوم نهجم على مدن بيجيني لوت اكل اضافي. اكل اضافي ما اريد، خلي رواتب ونزيد الستيوارد. نبي جيوش. حلو، خلهم هم يحتلون الاتجاه هذا وانا بحتل الاتجاه اليسار. وجهتنا الى أكلات. أكلات أكلات والله أكلات والله. أنا أكلهم أكلات. كم دفاعهم؟ 300. جيش متفرق. هذه بسوي لها سنت روب، ما يحتاج ندخل. 1300 كذا كذا ما راح يحطوني المدينة. سنت روب ماتوا 11. يلا ما عليه. انفلونس وريناو زاد، هذا اللي نحتاجه. هات اللوت ونقول لا. يلا صوتوا. ايوه هنا اكلات has been taken by army of which you are a member. اخيرا اعترفوا بوجودي من قبل او من البداية، فكومنتاتكم صحيحة 100%. اني لازم اشارك من البداية قبل لا يصلون المدينة اللي بياخذونها. ايوه فوت. وانت 30% وهذا 40%. والله عيب. دام السالفة كذا خلنا نستخدم النفوذ. معليش يا هشام، والله معليش. I'm so sorry man. مع انها مش هامتني، بس خلنا نزيد مدن وش ناقصنا. ما اتوقع انها تأثر. اكلات عجبني اسمها. الحروب اللي عندها بتكون ثلجية، هذا الحلو في الموضوع. هذه الاكلات يا شباب بتكون مصدر الحرب الاخير. وجهتي مع العرب هنا. شوف جالس يفرفر فينا رايح جاي. هذا القائد الفاشل اللي اقول لكم عليه. كوست تايم اوت. بتنقص علاقتي معه. يهي. او اكلات. جيف ذم وي. اوف جايين ياخذون قلعتي. ما اخترت الا قلعتي. سنترو 700 و500. لا والله هذا لازم اتاك. حلو. انكد بيمسك المشاه، انا بمسك رمات الاسهم. سكيرمش ان فرونت. سكيرمش ان فرونت. اتوقع قيادتي إذا ضبطت راح يجينا انفلونس كبير أو قيادة بتكون تقدم حبة حبة. المشكلة ليل صراحة، اللقطات هذه بتتعبني. هو مدري كيف مغرب عصر 65 ماتوا، ولكن من جيشي ما مات أحد. الأرشري وين الأرشري؟ ما أتوقع أنه مات أحد من الأرشري كثير. أوكي هذا واحد من القادة حقهم. حياك الله وبياك، سوف يعاملونك جيدا. قدر يرمني وهذا نذر. يا سلام عليك. كمل كمل، احنا وراك. الكشن، هات الالكشن. وانتد 56%. يا شباب يا اخي الله يهديكم، يعني الله يهديكم، يعني يساعدنا بالسيطرة على الماب. اختصر المشوار المستقبلي للسلسلة. انكريس ريناو، هذا الليدرشيب اللي حصله من باتلز 50%. اللي حصل 10 بحصل 15. حلو. او التير 3 وفوق الجنود اللي معي ما راح ينسحبون.
اللي تحت قيادتي طبعا ما راح ينسحبون ابدا، حتى لو مت وطاحت معنوياتهم راح يتمون في ساحة المعركة ليه ما يموتون. Loyalty and honor، الولاء والشرف. عجبتني صراحة، رغم ان هذا حسيته مهم، ريناو 50% زيادة، بس اهم شيء لا ينسحبون لانها تغبني، وشفتوني في الحلقة الاولى مدري الثانية والله انغبنت منها. سيج الثالث اكيسر، قريتها اسكر. اللي بعده يا وحش 200 منهم، واضح ان بنمسحهم. سنتروب ما في نقاش، ماتوا 14 الله يرحمهم، ريناو 5، انفلون 6، 13% من الوت. احلى شيء انهم يعطونك مدن تسحب عليهم بعدين. هات الالكشن، هات التصويت، وانتد 71%، الله يهديكم يا اخي. ميك بيس، ايش do you want to resolve make peace؟ yes need time to recover from تعبوا الجنود. yes انا معاكم صراحة، بس ما يحتاج اصوت كذا واضحة. yes خذنا لنا 3 قلاع حلوة، صغرنا مملكتهم. هم اللي طلبوا السلام، جاءنا مرسول منهم، وانتد ماري اروى. الله اكبر، شوف الخاتم صورة. خلاص يا ابوي خلاص يا اخي، هذا لقطات ما تنعرض يا اخي. وين الخصوصية في الموضوع؟ شخصية تلفلت. لا مش شخصيتي اروى. لا والله هلا من اللي يتلفل الحين؟ بتغار اروى، جالسين لفل شخصيات البنات. انكريس، شيل انكريس. خلصت الحرب، تعالي يا اروى، تعالي قلعة الاكلات، ادخل قلعتك، سوي لها منج سريع. ايوه ابغى السور يضبط، الولاء يرتفع، السيج الماركت. ايوه نبي فلوس. وش رايكم نعطيها اوتكاست؟ يستاهل. اروى بنخليها هناك في المدن هذيك. اخوي والله هولا، شيل يا نوجان تستاهل. اف بروسيد نوجان ترافل 5 ايام 4 ساعات، ما عليه درب السلامة، يستاهل العريس. بس يا شباب وشلون استدعي الحلوة هذه عشان نخلف البنين والبنات؟ وين الثاني اللي اخذته يا شباب؟ انا لاحظت. اوكي الظاهر ان القلعة هذه لحالها احتليناها، وبعدين المدينة اكيسر وكلات، وبعدين فيه مدن صغيرة واحد او قرى صغيرة 3، وهنا فيه. حلوين كذا، نلعب على اليمين ونلعب على اليسار. الحمر هذا لازم نخفف منهم لانه تقريبا الاقوى بعدنا. نسوي تشيك سريع على القوات. نورث احنا 7000، ما زلنا الاقوى. التانيان 4000. واو ساوث امباير، ربي اعطيناهم فرصة، كانوا ضعاف. اوف اقوى منا حتى الحمر. لا شكلي انا اللي بأسس جيش هنا واهجم، نستغل الوضع مع العرب قبل لا نأسس مملكتنا، ونستغل قواتهم اللي موجودة. دام نقدر اكون جيش واهجم، هذه فرصة عظيمة. والله ما زلت محتار يا شباب، موضوع اني انشئ المملكة حقتي ولا لا. تقريبا وصلنا كلان 4، لا والله لسه ما اقدر. ريناو مرة يطول، كان مفروض الستيوارد استخدمه في الشغلة الثانية، ولا هي الأكل مخلص عندي. المفروض ما أشتري من مدينة تونا محتلينها، الأكل غالي. بس حنا بطرانين، ندفع 100,000 مهر. لازم قبل الحلقة الجاية أشوف كيف أجيب أروى إلى نفس القلعة، حتى أنكم تباركون لي بالمواليد الجدد. كومنتاتكم واقتراحاتكم وانتقاداتكم نرحب بها. شكرا من تسبين القناة، وشكرا موصول كل من دعمني بلايك كومنت وشير، ونشوفكم ان شاء الله على خير في حلقة اجمل. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.